عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نظلل الهرم. اول حاجة انا ببتدي باغمق مكان في الهرم لان الاضاءة جاية من فوق على الشمال، فبالتالي بيبقى المنطقة ديت هي الابعد للضوء، فبالتالي بتبقى اغمق منطقة. مبدئيا القلم اللي بستخدمه هو قلم 4B، والورق بستخدم ورق 250 جرام، ورق كانسون. اول حاجة ببتدي بعمل درجة خفيفة جدا من الـ4B، واقعد اظلل عليها وازود عليها طبقات تانية لحد ما يديني الدرجة اللي انا عايزها او الغمقان اللي انا عايزه في التظليل. وطبعا بظلل بنفس طريقة التظليل بتاعة المكعب اللي هي زاوية 45 درجة، علشان السطح بتاع الهرم هو زي سطح المكعب بالظبط، اللي هو سطح بيبقى مستوي كده، فما بيبقاش فيه زي كيرف زي مثلا الاسطوانة او المخروط او هكذا، او مثلا زي الدايرة، فاهمين؟ فعشان كده بنظللها بزاوية 45 درجة، وكمان علشان الضوء. بس التظليل ده هو مجرد ستاندرد بنظلل بيها، اما مش التظليل اللي هو لازم تظلل بيها، لا انت بتظلل على حسب اللي قدامك. بس عشان هنا احنا ما بنظللش من اي مصدر، فبنظلل حسب الستاندر بتاعتنا. اما ممكن التظليل او ممكن المكان الاضاءة بيختلف، فطبعا التظليل بيختلف، ممكن بيبقى الهرم مجوف من جوه، فاهمين قصدي؟ فبتختلف التظليل على حسب المجسم اللي قدامنا، بس احنا هنا بنشتغل بالستاندر اللي معروفة. بس هظلل بقى، هكمل تظليل نفس اللي انا عملته بالظبط، ان انا ابتدي من غامق لفاتح، بس بضيف طبقات وازود، اضيف طبقات وازود لحد ما اوصل لدرجة الغمقان اللي انا عايزها زي دلوقتي. طبعا التظليل بتاعه بيبقى زي، عشان هو زي المكعب بالظبط، فمن اغمق لافتح، فاغمق درجة هي المكان او اغمق مكان هو المكان اللي بعيد عن الضوء زي ما شرحت في الاول. وهنا القلم اللي استخدمته الوحيد في الوجه ده هو القلم الـ4B. في الوجه التاني بقى هستخدم قلم 2B، هبتدي بيه. ازاي بقى هظلل الجزء التاني، او على اساس ايه هدرج، هو ان افتح درجة انا وصلت لها في الجزء الاولاني او في الوجه الاولاني من الهرم اللي هو الوجه الاغمق، هي افتح درجة انا وصلت لها فوق، دي هي الدرجة دي اللي هبتدي بيها من تحت لافتح، فاهمين؟ فافتح درجة في الوجه الغامق من الهرم هي دي اللي هبتدي بيها من الوجه الفاتح او الوجه المقابل للضوء في الهرم برضو. بس فانا ضفت طبقة وهزود عليها طبقة كمان لان حاسس ان هي خفيفة شوية، فهزود طبقة لحد ما توصل نفس الدرجة اللي انا وصلت لها في الوجه الاولاني، وبعد كده هخفف. انا كنت بستخدم الـ2B، من اول هنا هستخدم الـ HP عشان الـ HP درجته افتح من الـ2B، وهبتدي ادرج بقى. انا في الاول وصلت افتح درجة انا اقدر اوصلها من الـ2B، فهكمل وادخل على درجة الـ HP، وبرضو اطلع اخفف درجة من الـ HP. وبعدين هبتدي اعمل بقى زي ارضية، او يعني اعمل ارضية مستوية او سطح مستوي، كأن الهرم محطوط على الارض المستوية دي، علشان يدي احساس بواقعية اكتر، او يديني احساس ان في هرم موجود على ارض مسطحة. لما باجي اظلل بظلل برضو بزاوية 45 درجة، ده التظليل اللي هو بتاع الارضية. طبعا هو بيختلف يعني حسب كل شخص هو عايز ايه، بس انا بفضل ان اعملها بـ45 درجة برضو، ومن افتح لاغمق. وبس كده الفيديو خلص، وهسيبكم بقى مع التظليل. اهم حاجة بس محتاج رأيكم تحت في الكومنتات على الفيديو، يعني ازاي طريقة الشرح او التظليل عامة كويس ولا لا، ولو في اي حاجة مش مظبوطة ياريت تقولولي في الكومنت تحت. كمان لو استفدتوا قولولي يعني استفدتوا ايه، او ايه الحاجة اللي استفدتوها قوي في الفيديو، او ايه الحاجة اللي مكانش ليها اي لازمه عامه. كمان قولوا لي عايزين الفيديو الجاي يبقى عن ايه، يعني عايزين الفيديو الجاي اصوره يعني اظلل فيه ايه بالظبط.